على قدم وساق تحضر المخيمات العائلية والمركبات السياحية لاستقبال موسم الاصطياف الذي تفصلنا عنه أيام قليلة فقط. شكاني لازم نترتيا ونتواياجيتو نشوفوا واش خاصيتو بدا مما عودوا رجلهم بها. وفات كاين حاجة جديد إن شاء الله يكونوا واجدين من الديبي تاع لا سيزون. الحدود راهي مغلوقة، سمع على بالنا بلي راح يكون الطالب كبير ورانا نوجدوا باش نساتيسفيو لي كليون الجيريان تاعنا باش يعرف بلاده، سينو كازيون باش يعرف بلاده. تحضيرات لموسم الاصطياف 2021 على مستوى ولايه بومرداس بداناه مبكرا ابتداء من شهر فيفري مع الاجتماعات الدوريه اللي كنا نقوم بها مع السيد الوالي والسيد الامين العام. ديجا تروما كنا كومونسي لا بريباراسيون تاع لا سيزون فيستيفال. Par le biais, on a la restauration des bungalows, on a tout ce qui est entretien, plomberie, électricité, la laiterie, linge jadid. Ça fait 3 mois qu'on prépare la saison estivale, ça avance bien, on a fait les dernières retouches pour nous accueillir les estivants pour cette année. مركب هدايا خضع الى عصرنا كامله التي مست كل المرافق المتكونه في هذا المركب، فيما يخص مرافق الايواء، مرافق الاطعام ومرافق التسليه ايضا. الطاقه تاع الاستيعاب 1030 بيرسون وفيه مرافق كيما لا سال دو جيم اللي شفناها، لا غاردوري دونفون اللي شفناها اوسي، لو تياتر بو تو سكي انيماسيون اللي راح نركزوا عليها كثيرا خلال الموسم الاصطياف هذا. هكذا احنا رانا نجهزوا في روحتنا ونجهزين 100% للمخيم تاع موسم الاصطياف. عندنا لا كاباسيتي تاع المخيم ترفد 250. عندنا الشاليات اللي يرفدوا مركبات بمقاييس عالمية وأسعار تنافسية، الهدف منها تشجيع السياحة الداخلية لما تزخر به البلاد من إمكانيات سياحية. الأسعار المطبقة حاليا هي أسعار جد تنافسية مقارنة بدول الجوار، ستكون الخدمات ذات مقاييس عالمية تتراوح حوالي من 7500 دينار للشخص الواحد مع التكفل التام. كاين دي بري بون من 6000 حتى ل 15000، سكي انكلو ثاني في لا ريزرفاسيون تاعو عنده لي زاكسي غراتوي، لاكسي لا بلاج مع لا ميزون بلاس، لاكسي لي زانيماسيون شاك جور. بون كاين جروب دانيماتور يكونوا في لا بلاج ولا يكونوا هنا داخل الكومبينغ. لي ستوديو لي اف 2 ولي اف 3 هادو هما اللي عندنا، وتسناكاش راح نخدموا مع الزبائن، راح نخدموا معاهم بار بيرسون. عندهم كلش انكلي، عندهم فطور الصباح والعشاء زائد المسبح زائد الشاطئ. هكذا هي الأجواء تحضيرا للموسم الذي تنتظره العائلات الجزائرية للاسترخاء بعد أشهر شاقة من ضغوطات العمل وكورونا ومشاغل الحياة اليومية.